السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله. أنا جيتكم بالوصفة تاع مقروط العسل. الميكرو ما على باليش واش به. ألوغ عندنا 3 ميزور تاع دقيق، اون ميزور تاع ليدام نكملوه بصبع تاع الزيت، اون بانسي دو سال، و لا فارس تاع اللوز. ودوك تبعوا معايا التحضير. هنا بزاف اللي يقولوا يتحرحر لنا في المقلة. هو المقروط واش يحب؟ يحب تعطولو الماء تعطولو قيمته في الماء، هذا هو. دي كي يتحرحر لك في المقلة عرفي بلي مخصوص الماء، زيدي له الماء اعطي له حقه، يخرج لك هايل على الحبة. هنا نحو شوية دقيق قبل ما ندير له الماء والماء الزهر، نحي شوية في طويسة ونسحقوه من بعد. هنا راني سيت بول تاع العجينه، كي تطلع هذيك لابول عرفي بلي الزيت راه مليح، تقدروا ديروا المقروط يتقلى.
هنا حبيت نقول هذيك العجينه اللي حاوليك تقعد المقرب الاخرى العصير، اللي يبوها دوك الاخرانيين حاوليك طموهم وديروهم هكذا. ما تحرحر ما والو، خرج على الحبة ان شاء الله يعجبكم، واذا عجبكم عاونوني بجام، ربي ينوركم، ان شاء الله نكون خفيفة عليكم. دوك نسيي معاكم حبة، هاي اللي كنسيي معاكم حبة، شوفوا كيفاش جات طرية، ان شاء الله تعجبكم. هاي تفتتت كامل.